ده ريفيجن على موديل اكزام كونسبت 1 2. اول سؤال هنا بيقول لي سينسز ذات كان ديستينجويش بتوين ميلك اند ووتر. كلمه ديستينجويش يعني فرق. مين اللي يفرق بين الميلك والووتر؟ ده لونه ابيض وده شفاف، يبقى ممكن عن طريق السايت وعن طريق التيست، يبقى اختار رقم ايه. السؤال رقم 2 باتس كان فلاي ويزاوت هيتنج وول. الخفاش مش بيخبط في الحيطه عشان عنده ايه؟ عنده ايكولوكيشن. هقول له هير زقيق وبيسمع صوت الصدى اللي بيرجع له. نمبر 3 وين يور هاند تاتش سباين، لما المس الشوكه باخد وقت قد ايه؟ هقول له ليس ذان 1 سكند، اقل من ثانيه عشان الحق انقذ نفسي. السؤال رقم 4 برين والنيرفس والسنسوري ريسبتور ار بارت اوف نيرفس سيستم، هما جزء من النيرفس سيستم. واحد بس بيشتغل لوحده ولا البرين بيشتغل ولا كلهم ورك توجذر؟ هقول له زي ورك توجذر. جيف ريزون ايجيبشن جربوا عنده لونج هايند ليج، ليه عنده رجل طويله؟ تو جامب لونج ديستنس، يبقى تو جامب لونج ديستنس الكوريكت. وين يو هير ذا فاير الارم، هير في كلمه هير يعني سمعنا، يبقى مين اللي بيسمع؟ اقول له هير. نمبر 2 بروسس انفورميشن، اللي بيعالج المعلومات يبقى البرين الملك. طب الدج عنده سميل وايه؟ عنده سميل وعنده هيرنج قوي، بيسمع كويس ويشم كويس. سنس اوف سايت ان بات نقط زي الاول، البات عنده الحاسه السمع اقوى ولا اضعف؟ عكس سترونجر ويكر، هي اضعف. وات هابند اول كانت تيرن هيد، لو الاول مش عارف يلف راسه في كل الاتجاهات هقول له كانت هانت براي. هقول له باختصار كانت سي ذا براي فروم اول دايركشن، ما يقدرش يشوف الفريسه في كل الاتجاهات ما دام مش بيحرك راسه في كل الاتجاهات. ساينتفك تيرم بيقول لي ليفنج اورجانيزم كان فلاي، مين اللي بيسافر في الليل؟ هقول له بات عشان في كلمه ايكولوكيشن. لو لقينا ايكولوكيشن يا بات يا دولفين. هنا بيقول لي سيزون يا سمر يا وينتر، مين السيزون اللو بيتش؟ هاي بيتش ان وينتر، لو بيتش ان سمر. هنا بيقول لي سنس اورجان، في كلمه اورجان يا اي يا نوز يا تانج يا اير يا سكن، مين اللي بيعرف اللايت؟ يبقى الار. السؤال اللي بعده بيقول لي مسج وفاست، لو لقينا سريع يبقى ريفلكس اكشن، لو لقينا فاست او اكتب ريفلكس بس، فاست او كويكلي يبقى ريفلكس. السؤال ده معناه ايه؟ بيقول لي اذكر جهازين، جهازين الجهازين دول متاخدين من الهيومن من الانسان، يستخدموا في الكوميونيكيشن التواصل. الفكره جت من الانسان زي ايه؟ اول حاجه لو بصينا على النايت فيجن جوجل، اللي هي النضاره اللي بتشوف بالليل اسمها نايت فيجن جوجل، دي شبه مين؟ شبه الكات اي، عينين القط. عينين القط عندها ميرور لايك ميمبرين. طب مين تاني؟ وعندنا كمان السبيشال كان، السبيشال كان اللي هو العكاز المخصوص ده، شبه مين؟ شبه البات، ده بيطلع هاي بيتش ساوند وده بيطلع هاي بيتش ساوند. يبقى دي اجهزه زي الانسان بالظبط، يعني نقلناها من الحيوانات للانسان. الانسان بيستخدم اجهزه جايه من الانيمال، زي النايت فيجن جوجل جايه من عين القطه، وزي السبيشال كين جايه من البيت.